الأستاذ الدكتور محمد عطية مرتضى، أستاذ الروماتيزم وأمراض المفاصل بكلية طب الزقازيق، استشاري الروماتيزم وعضو الإميركت الدولية لسونار المفاصل، دكتوراه في الروماتيزم، عضو الجمعية المصرية للروماتيزم وأمراض المفاصل. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا مع قيمه علميه كبيره في عالم الامراض الروماتيزميه، والموضوع مهم قوي، التهاب العضلات المناعي. موضوع خطير وموضوع مثير، والحقيقه انتم تعرفون عنه القليل، مش انتم بس، الوسط الطبي كله ما يعرفش عنه كتير. الم، هل فتيج، هنفهم اكتر اكيد يعني ايه التهاب العضلات المناعي، وهل هذا مرض شديد الانتشار، يعني منتشر موجود كتير، وهل احنا بنغلط في تشخيصه؟ أسئلة كتيرة تدور حول، انا عايزكم تحفظوا الاسم، التهاب العضلات المناعي. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير اللي بنسعد جدا بقبول دعوتنا والحوار العلمي معاه، هي حواراته دايما موسوعة علمية لازم نحطها كمكتبة مهمة جدا لأمراض الروماتيزمية، وأعتقد أنها مكتبة متفردة لأنه ضيفي هو الأستاذ الدكتور محمد عطية مرتضى، الأستاذ لأمراض الروماتيزمية وأمراض المفاصل كلية الطب جامعة الزقازيق، استشاري الأمراض الروماتيزمية وعضو الأوميكرات الدولي لسونار المفاصل، صاحب دكتوراه في أمراض الروماتيزمية، عضو الجمعية المصرية للأمراض الروماتيزمية وأمراض المفاصل، اسم الكبير. أهلا بيك يا دكتور عطية. أهلا وسهلا يا فندم. منورنا وسعيد جدا بهذه الزيارة. أنا اللي أسعد والله. وسعيد باختيارك للموضوع، يعني التهاب العضلات المناعي. الحقيقة مش بس الناس اللي عندها معلومات قليلة، الوسط الطبي ما يعرفش كتير عن التهاب العضلات المناعي. إيه المقصود بيه؟ التهاب العضلات المناعي كما واضح من اسمه هو عبارة عن التهاب في العضلات بيؤدي إلى ضعف في العضلات، وهن في العضلات، وينتج عن المناعة. المفروض المناعة المقصود بها أن كرات الدم البيضاء بصفة عامة، يعني كلام بصفة عامة، زي كل أمراض المناعة بيحصل فيها خلل ما تتلخبط، والمفروض كرات الدم البيضاء تهاجم الميكروبات اللي تهاجم الجسم، لا هي بتتلخبط وتهاجم، تبدأ تهاجم العضلات، وده هنا بيحصل، يحس المريض ان هو في ضعف عام في العضلات، بالذات العضلات الهيكليه اللي في الكتاف والساقين والفخذين وعضلات الرقبه، فيخلي في ضعف تدريجي بيزداد تدريجي في العضلات، وممكن يجي معاه التهاب في الجلد، وساعتها بنسميه درماتومايسايتس، او هنا بوليمايسايتس او درماتومايسايتس. فلما يكون لوحده يبقى التهاب عضلي، التهاب عضلي مناعي، او لما يكون هنا يبقى التهاب الجلد والعضلات المناعي الاثنين مع بعض. احيانا كمان بيصيب بعض الحاجات الاجهزه الاخرى من الجسم، لانه هو مرض مناعي، مش مرض في العضله نفسها، لا ده مرض ينتج عن المناعه، فاحيانا بيصيب الرئه، احيانا بيصيب الكلى. مرض مهم، وزي ما حضرتك بتقول احنا اخترناه صراحة لأكثر من سبب، لأن المرضى اللي هم عندهم المعلومات المتوفرة لهم بتبقى قليلة قوي، وبيبقى في عندهم قلق وتوتر ما بين أنا عندي إيه، وفي لخبطة كتير ما بينها وما بين أنواع كتيرة من التهابات العضلات الأخرى، يعني ده نوع واحد من التهاب العضلات، لكن في أنواع كتيرة جدا من التهابات العضلات الغير مناعية. والأنواع التانية معظمها بيبقى العلاجات بتاعته ضعيفة جدا، مثلا التهاب العضلات الوراثي أو الجيني علاجاته صعبة جدا، أكثرها فيزيوثيرابي، مش عايز أدخل في القصة دي بيعالجها زمايلنا في مخ الأعصاب، لكن علاجاتها مش متوفرة بقوة. بينما التهاب العضلات المناعي لحسن الحظ علاجه فعال جدا في أغلب الأحوال، في ناس كتيرة معانا عندهم التهاب عضلات مناعي بعد ما بياخدوا علاج بيرجعوا لتقريبا ممارسة كل أنشطتهم الحياتية بصفة كويسة. فأنا كدكتور روماتيزم عما بنوصل لتشخيص ده أفضل للبيش من المريض، أفضل من يكون التهاب عضلي وراثي أو جيني. فيعني ده من ناحية بتاعتنا، فأنا يهمني أن أنا أعرف الناس أن في فرق، مش كل التهابات العضلات واحدة، والحاجة كمان إن في أمل،
ان هنا النوع ده من التهاب العضلات ليه علاج وليه علاج فعال كمان. في انواع ودرجات لهذا الالتهاب العضلي المناعي؟ حقيقي في 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 النوعين الكبار الاساسيين زي ما كنا بنتكلم، في التهاب عضلي بس مناعي، التهاب عضلي مناعي فقط، وفي التهاب عضلي مناعي وجلدي، عضلي وجلدي يجي مع الجلد. يحصل المريض فجأة كده بيلاقي العضلي اتفقنا عليها، يحس بوهن في العضلات ومش قادر يقوم من السرير، مش قادر يطلع السلالم بسهولة، مش قادر يرفع ايديه. حضرتك بتسأل في درجات ولا لا؟ في درجات فعلا. احنا في ناس بتبقى ماشية عادي، وفي ناس بتبقى حياتهم صعبة جدا، في ناس ما بتعرفش تسرح شعرها، ما بتعرفش يعني في مشكلة مثلا تقوم من كرسي، مش عارفة تدخل الحمام، مش عارفة تقوم من القعدة. فيعني في مشكلة كبيرة في ساعات يأثر بدرجة كبيرة على الحركة وعلى القدرة على الحركة. وفي النوع الثاني بقى بيبقى مصاحب لي الالتهاب في الجلد. التهاب في الجلد بيبقى عبارة عن طفح جلدي لونه من الأحمر أو البنفسجي، وبيجي في الوجه، ويجي في الكفين، ويجي في الساق، وساعات بيجي في الجذع. الاثنين بيجوا مع بعض، وفجأة المريض لونه اتغير وعضلاته ضعفت. اكتر بيجي النوع اللي بيجي الدرماتوميسايتس اللي بيجي في الجلد والعضلات مع بعض اكتر في الاطفال. لكن الكبار برضو بيصابوا كتير من الدرماتوميسايتس. سؤالي، مين الاكثر عرضه للاصابه، وهل ده مرض وراثي؟ الاكثر عرضه للاصابه دايما بيجي في السيدات اكتر، في سن من 40 ل 60 سنه اكتر، ولكن بيجي في الاطفال زي ما اتفقنا، وفي الاطفال اصعب شويه للاسف. كمان هل هو مرض وراثي؟ لا، في الحقيقه ده مرض مش وراثي. اولا ده مرض مش منتشر قوي، لكن كمان فرصه الناس اللي عندهم حد مصاب بيبقى فرصه ان يظهر في العيله، لكن نادرا لما بنلاقي حد في فرضين في اسره واحده. غالب الامر والتفسير الوحيد ان في فعلا في جزء من الجين فيه، لكن ان غالب الامر لان المرض ده مش منتشر جدا، فممكن تكون اجيال ما بتشوفش بعضها. يعني ده التفسير المنطقي للموضوع ده، ان في جزء وراثي، لكن نادرا ما بشوف ليه حد في اسره واحده، غالبا انها تبقى اجيال بعيده عن بعضها فما بيشوفوش بعض. يعني بيبقى الجد الجد مثلا عنده، او ابو الجد. أيوة. والشاب بس ما شافوش بعض. السبب والاعراض، السبب والاعراض. بس الاعراض انا عايز افهم حاجه، لان انا كدكتور يعني عايز افهم، والمرض ده بيبدا فجاه ولا بيبدا بالتدريج؟ المرض ده في الاغلب بيبدا في خلال شهرين ثلاثة كده، يعني مش سنين. ما بيعتبرش المريض فجاه بيفاجئ بانه مش قادر يتحرك. في خلال شهر كده اتنين مش قادر يتحرك قوي. كنت حضرتك بتسال على السبب. احنا عندنا هنا ده مرض مناعي زي ما اتفقنا. الامراض المناعيه كلها ما بنعرفش ضربه البدايه فين. لكن في عوامل بتساعد على كده، في ممكن مثلا تدخين بس يساعد على كده، التعرض للفيروسات. احنا بالظبط الحاله النفسيه، ساعات التوتر العصبي، ساعات يكون. فاحنا في كل امراض المناعه بيبقى عندنا نظريه ان العيان عنده استعداد جيني، وبيجي في حاجه ضربه البدايه. ضربه البدايه دي يا اما تبقى فيروس، يا اما تبقى توتر، يا اما تبقى ساعات بعض الادويه. وهنا التشخيص على فكرة، تشخيص التهاب العضلات المناعي بالنسبة للدكاترة والمرضى برضو يعرفوا، بيمر بثلاث مراحل. أول مرحلة أن أنا أعرف أن الأعراض دي هي من التهاب العضلات، يعني لأن المريض بيشكي أنه مش قادر يقوم، مش قادر يرفع إيديه ورجليه. هنا في احتمالات كتيرة، في احتمال أساسي أن يكون التهاب في المفاصل هيدي نفس الأعراض دي، وفي احتمال تاني ان يكون في التهاب في الاعصاب هيدي برضه نفس الاعراض دي. فاحنا اول حاجه الدكتور بيعملها انه يشخص ان ده التهاب في العضلات، ده رقم واحد. رقم اتنين، المهمه التانيه عنده على طول، انه يشخص ان ده التهاب عضلات مناعي. وهنا بقى بنحتاج نعمل بعض الفحوصات. طبعا احنا عشان نوصل لالتهاب عضلات بنعمل تحليل مشهور قوي، السي بي كي. السي بي كي ده بيعلى قوي في معظم التهابات العضلات. يتبقى لنا هل ده التهاب عضلات مناعي او لا.
طبعا لو ظهر معانا في حاجه في الجلد طفح جلدي ده بيبقى خلاص الحاله بتبقى واضحه من بالكشف الاكلينيكي، فما بنبقاش محتاجين حاجات كتير قوي. لكن لو جاي التهاب عضلات بس بدون جلد بيبقى هنا محتاجين نعمل رسم عضلات، ورسم العضلات هنا بيفصل بيوضح بوضوح النوع ده، لانه بيظهر علامات معينه كده بتفرقه ما بين الوهن العضلات الجيني او الوهن العضلات الوراثي. فهنا رسم العضلات محوري قوي، ورسم العضلات مش اي حد بيعمله، لازم يكون حد كويس وعارف وخبير في الموضوع ده عشان هنا قراره فيصلي معانا. الحاجه الثالثه، الحاجه الثانيه بقى بعد ما وصلنا خلاص ان ده التهاب عضلات مناعي، استبعدنا كل انواع التهابات العضلات الاخرى، بيتبقى معانا ان احنا نشوف مدى انتشار المرض. هل هو مأثر على حاجه تانية جوه الجسم، ونقيم مدى التهاب العضلات، مثلا مأثر على الكلى ولا مأثر على الرئه. ساعات بيعمل كتير تليفات في الرئه، وساعات بيعمل التهاب في الكلى وزلال في البول، ودي حاجات اللي بتفرق كتير قوي معانا في العلاج. بعد كده بتبقى الصوره قدامنا كامله، عندنا التهاب عضلات مناعي مواصل لغايه فين ودرجته فين، وتبدا بقى ان شاء الله نعالج القصه. الاعراض تكمن في ان الانسان ما بقاش قادر يتحرك كويس، وعنده الام. لكن اكتر من الالم الوهن، بيبقى مش قادر يقوم، فتيج، مش قادر يقوم، مش قادر، رجليه تقيله، ايديه تقيله، مش قادر يرفع. ممكن يكون مش حاسس بوجع قوي، لكن حاسس كمان، بس هنا بيبقى في دايما في يعني مش حاسس بوجع قوي، دايما التقل الحركه وضعف الحركه اضعاف الالم. ولكن كمان ساعات بيجي مع التهاب في المفاصل، وساعات بيجي اوفرلاب، يعني يجي مع بعضه مع روماتويد مثلا، اوفرلاب سندروم، يجي الاثنين مع بعض، اللي هو مرضين مع بعض، مرضين مع بعض ساعات. ايه عوامل الخطر؟ ايه المضاعفات؟ يعني احنا من كلام حضرتك بتقول ان ده من الامراض اللي علاجها زي ما هندخل على يعني نوصل لمرحله العلاج متوفر وموجود وسهل وبيحسن الحاله، لكن ايه عوامل الخطر والمضاعفات؟ عوامل الخطر هنا الاساسي، اولا لازم نستبعد الاورام. هنا ده من اكثر الامراض اللي بيجي مع بتيجي نتيجه بره، بتبقى بره مالجنال سندروم، يعني يبقى هو في سبب بره. يعني فاحنا عشان كده اول ما بنوصل للتشخيص يكون في ورم داخل الجسم وهو عامل التهاب العضلات، فاحنا عشان كده بنعمل اشعاعات كتيره وبنعمل السيرفي جامد خالص لنستبعد اي اورام، ودايما بيبقى هاجس معانا. ده رقم واحد. رقم اتنين، المخاطر بتاعته، ان احنا لو سبناه العيان حياته بتبقى، لو ما خدش علاج العيان حياته بتبقى صعبه وحركته بتبقى صعبه، شغله ما بعرفش يقوم بحياته، ده رقم واحد، بيأثر على الوظيفة. ثانيا لو سبناه من غير علاج برضه بيأثر على حاجات كتير قوي، بيأثر على الرئة زي ما كنا لسه، ساعات بيعمل تليف في الرئة، تليف الرئة ده حاجة مش بسيطة يعني، فمهم قوي تتعالج، ومهم تتعالج بسرعة. كمان ممكن يعمل التهاب في الكلى، وساعات بيعمل مشاكل قوية، ساعات يعمل التهاب قوي في الكلى، قوي يعني لدرجة انه ساعات ممكن يدخل العيان في لا قدر الله فشل كلوي. فاحنا عندنا مرض مناعي مهم، علاجه موجود، وانا مش عايز اخوف الناس صراحه في الحلقه، لكن انا اصر ان العلاج موجود والمخاطر موجوده وممكن التغلب عليها بسهوله بالعلاج. التشخيص والعلاج بقى المحطه المهمه قوي. التشخيص عندنا كذا طريقه للتشخيص. اول حاجه زي ما اتفقنا بنعمل بعض التحاليل، تحاليل السي بي كي ده يعني في اغلب الاحوال في 90% من الحالات بيبقى عالي. كمان انا عايز بس الاحظ كمان تحاليل انزيمات الكبد، وهنا دايما الناس ساعات كتيره حصلت كذا مره نشوفها مع عيانين، ان يطلع انزيمات الكبد عالي وموضوع الشخص ان هو التهاب في الكبد، وهي موضوع لا انا جاي من العضلات مش من الكبد. فده مهم، فانزيمات الكبد بتبقى عاليه، انزيمات السي بي كي بتبقى عاليه، ده التحاليل الاساسيه. السي بي كي ده بيلخبط برضه، السي بي كي يعني بيطلع في كل، السي بي كي ممكن يفتكر ان حاجه في القلب كمان، بس احنا بناخد السي بي كي كلي، في القلب في جزء، في نوعين من السي بي كي، في الام بي والبي بي، احنا بناخد توتال سي بي كي. فده بيبقى بيعلى معانا، ده رقم واحد. رقم اتنين بنعمل رسم عضلات، ده هيفرق لنا ياكد لنا ان ده التهاب عضلات مناعي. ممكن في نعمل احيانا بنعمل رنين على العضلات، ده بيدينا فين الالتهاب ودرجته. واحيانا بنعمل السونار، ده حاجه جديده، السونار على العضلات برضو بيدينا فكره العضله ملتهبه قد ايه.
كمان ممكن بناخد عينة من العضلات، وده يعني ما تكون الحالة ملتبسة شوية في التشخيص، بناخد عينة من العضلات، بنعرف بالرنين أو بنعرف بالسونار فين مكان العضلة الملتهبة، وعينة صغيرة بتتاخد بسهولة وبساطة وبتتحلل، بتثبت ان وجود المرض. مهم قوي ان احنا نوصل نبقى متاكدين جدا من التشخيص، لان العيان هياخد ادويه قويه وكورس قوي جدا من العلاج والنتيجه بتبقى كويسه. فاحنا بيهمنا قوي انه يبقى متاكدين من التشخيص قبل ما نبدا علاجنا. ايه طرق العلاج؟ طرق العلاج هنا العلاج بيتوقف على حسب الحاله وحسب درجه التاثير، يعني درجه ضعف العضلات، وهل برضو مأثر على الرئه او مأثر على حاجه من جوه الكلى ولا مأثر على اي حاجه. فالفكره نكون صوره عامه. ده هنا الكورتيزون بالذات لما يكون في ضعف شديد في العضلات، هنا الكورتيزون اساسي جدا. يعني في بعض الامراض زي الروماتويد مثلا كتير قوي يقول مش عايز كورتيزون، خلاص مش ممكن نتغاضى عن الكورتيزون في عيان عنده روماتويد، وهذا افضل. لكن هنا في التهاب العضلات المناعي لا، ما عندناش هذه الرفاهيه او ما عندناش الخيار ده ان انا استبعد الكورتيزون. لا، هنا كورتيزون في الاول لازم اخد كورتيزون بجرعه كافيه. ساعات بنعلقه محلول، ناخد بالس سترويد، وساعات ناخد جرعه عاليه بالاقراص. والكورتيزون بيحسن الحاله جدا، ماشي الحال، هو بيحسنها لفتره قويه. واحيانا معاه بقى مع الكورتيزون بندي حاجه نقدر نسحب بيها كورتيزون، ادويه مناعيه تعالج الخلل بتاع المناعه وتدينا فرصه لسحب كورتيزون. لان انا لو اديت كورتيزون فقط هاجي اسحبه العين هيرجع نفس الموضوع تاني. فانا مهم جدا جدا ان ناخد دواء يديني فرصه ان انا اسحب الكورتيزون، لان اول حاجه عندنا اول هدف ان العين يستعيد حركته وقوته وقوه عضلاته، تاني هدف على طول ان انا اقلل الكورتيزون، ولو قدرت ابطله يبقى عملت انجاز قوي. عندنا ادويه كتيره قوي في الموضوع ده. عندنا ميزو زي ما الشاشه باينه، ميزوتريكسيت والفلونامايد وازيسابرين وسايكلوسبورين وحاجات كتيره قوي، ادويه كتيره قوي. وكمان الجديد كمان ان عندنا العلاج البيولوجي، يعني عندنا ثلاث محطات في العلاج، كورتيزون وادويه مناعيه وادويه بيولوجيه. ادويه بيولوجيه برضو هنا يعني من اكتر الامراض اللي بنستخدم فيها الادويه البيولوجيه، لانها فعاله جدا وفتحت لنا وجابت لنا نتائج قويه في حالات ما كانتش بتستجيب قبل كده. بس هما كده. كمان بقى في حاجات مصاحبه ان احنا نعمل علاج طبيعي اثناء المرضى بتوعنا، ونشجعهم على الحركه والمشي واستعاده الحركه، لان هو بيحتاج كتير قوي، الحركه بتبقى ضعيفه جدا، وواحده واحده وبياخد كورتيزون ويتحسن، بيبقى محتاج دوافع وتمارين، بحيث انه في فتره بسيطه بيكون رجع لحياته الطبيعيه في معظم الاحوال. الكورتيزون هنا والادويه الثانيه عامله زي ما بيحصل خلل مثلا في بلد ما، حدث جريمه مثلا، احنا بنعتبر كده، بيبعتوا حاجه اسمها قوات التدخل السريع اللي هي القويه دي، الناس اللي لابسه لبس غريب ممتاز. جامد قوي ده، الناس الجامده قوي مدربه جدا، ده كورتيزون. بيبعتوا معاه قوات دعم امنيه، الامن بقى اللي هو الداخليه يعني رايحين معاهم. لما بيسحبوا قوات الدعم السريع دي مش هتقعد كتير، هتقعد بس تسيطر على الوضع وتنسحب بعد كده. لازم يبقى في حد موجود بقى في البلد عشان يحافظ على الامن والامان، والا العصابات دي هترجع تاني. ممتاز المثال ده صراحه. انت ممكن تعملهم انيميشن في اي مؤتمر، صح؟ بس وافتكرني بس طبعا هنبعت قوات التدخل الاصوات، وبعدين بعد كده القوات. الكلمه المهمه اللي لازم تدخل في عيون او في اذون في اذان كل العقليات او في العائلات الموجوده اللي عندهم مريض عنده وهن عضلات بسبب درماتوميسايتس، ان المرض قابل للعلاج، وما يخافوش من الدواء، ما يخافش من الكورتيزون، ما يخافش من ادويه المناعه، ما يخافش من العلاج البيولوجي. ليه علاج وعلاجه متوفر، وما يبطلش دواء ابدا مهما تحسن. الدكتور هو الوحيد المسؤول عن قرار ايقاف الدواء، لان ايقاف الدواء عاده بيرجع التعب تاني، فهو محتاج يمشي على حاجه مستمره وما يسمعش كلام كتير. واما الدكتور المتخصص قال له ان ده التهاب عضلي مناعي، ده التشخيص ده ما بيجيش بسهوله كده، فما يسمعش من الميديا، ما يسمعش من اي حد يقول، لانه غالبا هيكلمه عن مرض تاني خالص، ماشي. فهو ارجوه يستمر مع الدكتور اللي مشخص له ويستمر معاه، وما يسمعش الكلام ساعات كتير مبقاش علمي.
اصعب ديفرنشال دياجنوز، اصعب احتمالات تشخيص لما مريض يدخل يقول انا عندي وهن عضلات، انا تعبان، لانه هيتلخبط مع حاجات كتير، ممكن يتلخبط مع السكر، ممكن يتلخبط مع الاكتئاب، ممكن يتلخبط مع الامراض العضليه الالتهابيه، مش الالتهابيه بقى اللي هي النيورو باثولوجي او النيوروباثي. كل ده بيتلخبط كتير قوي كتير قوي، ممكن كتير قوي اعراضه انه مش قادر اتحرك او عندي ضعف في العضلات. اديسون حاجات كتير، نفتكر انه اديسون اللي هو خلل في الغده الكظريه يعني حاجات كتير قوي. لسته التهاب العضلات عموما مثلا بتتراوح ما بين 30 ل 40 مرض، فيعني لسه طويله جدا جدا. فعشان نوصل للدياجنوز ده بيبقى مش سهل، وفجاه تفاجئ حضرتك ان مريض بسهوله كده قد حد قال لي لا، ده حد قال لي لا ده مش بطل هو بطل الدواء او حد مش مذاكر، دكتور مش مذاكر، وده وارد يعني، مش متخصص يدلو بدل ويقول له لا يا عم انت مش حالتك كذا، لا ده احنا ده تخصص دقيق للغايه، ما ينفعش نسمع فيه الكلام الا من المتخصصين. نورت وشرفت يا فندم، كالعاده استفدنا اطباء قبل مرضى. الله يكرمك، ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الرائد في هذا المجال الاستاذ الدكتور محمد عطيه مرتضى، استاذ امراض الروماتيزميه وامراض المفاصل بكليه الطب الاستشاري الامراض الروماتيزميه وعضو الاميكرات الدوليه للسنان المفصلي وعضو الجمعيه المصريه للامراض الروماتيزميه وامراض الفاصل، الاسم الرائد في عالم الامراض الروماتيزميه في واحده من اشهر الامراض على الاطلاق. افتكروا الاسم كويس وانتبهوا ليه، التهاب العضلات المناعي. خليكم مع الناس الحلوه.